والابن والروح القدس لان واحد آمين. هنكمل بنعمة ربنا تفسيرنا لسفر أعمال الرسل. وصلنا للإصحاح الـ12، بيقول: وفي ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء إلى أناس من الكنيسة، فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف. دلوقتي هنشوف نهاية هيرودس ده اللي كان بيدعى هيرودس أغريباس، اللي هو ابن مريم اللي هي زوجة هيرودس الكبير، اللي هو قتل ابنه أرستوبولوس وقتل كمان زوجته، يعني مد بالنفي أو حاجة زي كده لزوجته مريم. فهيرودس أغريباس ده هو ابن أرستوبولوس اللي هو كان أنجبه قبل ما يقتله أبوه، لأن هيرودس الكبير اعتقد أن أرستوبولوس ابنه متفق مع أمه مريم على أخذ الكرسي بتاعه، فكان عنده فرق اغتيالات، فبيقال أنه أغرق ابنه في بحيرة للملح في جنوب الأردن. وبالتالي هيرودس أغريباس ده ابن أرستوبولوس، وأمه كانت اسمها مريم، ومريم ديت كانت حشمونية. حشمونية يعني بنت الملك حشمون، اللي هو يعني نصفه يهودي ونصفه أممي. هو الملك هيرودس أغريباس ده بعد ما مد إيده وأساء للكنيسة، هنعرف دلوقتي نهايته كانت ازاي. طيب، هو بيقول لك فقتل يعقوب اخو يوحنا بالسيف. يعقوب ويوحنا اولاد زبدي، اولاد واحد اسمه زبدي، وانتوا عارفين ان كان عندهم مراكب للصيد، ويعقوب ويوحنا أيضا كانوا أصدقاء لمعلمنا بطرس الرسول، فكان دايما بيروحوا في مشاوير الخدمة مع السيد المسيح. ودايما بنقرأ أن كان مع المسيح بطرس ويعقوب ويوحنا، ويعقوب ويوحنا دولت مامتهم برضو اسمها مريم، كانت من ضمن المريمات اللي بيتبعنا السيد المسيح. والست ديت هي اللي جات وقالت للسيد المسيح: يا سيد، اجعل ان يجلس ابني واحد عن يمينك واحد عن يسارك في المجد. فالسيد المسيح قال لهم: أتستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها أنا وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ فقال لهم، قالوا له نعم. فقال لهم تمام، أما الجلوس عن يميني وعن يساري لا يعطى إلى الذين أعطي لهم حسب تدبير إلهي، لأن اللي هيقعد عن يمين وشمال المسيح ده شيء يعرفه المسيح. أي نعم، هو قال للتلاميذ: ستجلسون معي وتدينون أسباط بني إسرائيل الاثنى عشر. لكن هو قال لهم أن اللي هيجلس عن يمينه وعن يساري بيعطى للذين
أختارهم أنا يعني أو أعطي لهم. يعقوب بقى أخو يوحنا ده كان من ضمن التلاميذ، بس هيرودس أغريباس ده ابن أرستوبولوس اللي جده هيرودس الكبير كان دايما يحب يراضي اليهود على حساب مثلا القبض على أتباع المسيح وقتلهم. فحتى لما قبض على هيرودس قتلوا بالسيف، مدام قتلوا كمان بالسيف يبقى يوحنا ده العيلة بتاعته واخد الجنسية الرومانية، يعني ما ماتش بالصليب مثلا موتة الفقراء أو الغرباء، لكن بدل مات بالسيف يبقى ده كان معاه برضو الجنسية الرومانية، زي ما كانت مع معلمنا بولس الرسول، ما هو معاه برضو كان معاه الجنسية الرومانية، حتى ما يقدرش يتحاكم قدام السلطة الدينية في يعني المدنية في اليهودية إذا كانت ما يعني فيها عناصر يهودية، لكن طلب أنه يتحاكم أمام القيصر لأن معاه الإيه الجنسية الرومانية. فيعقوب ده هو أخو يوحنا ابن زبدي اللي امتدت إليه يد هيرودس أغريباس وقتلته بالسيف إرضاء لليهود. في برضو يعقوب تاني اللي هو ابن حلفة، وحلفة ده كان جوز مريم أخت الست العذراء مريم، علشان كده يعقوب كان يعتبر ابن خالة المسيح، وبالتالي ابن الخالة يقال عليه إن هو أخو الرب. وهو اللي كتب الرسالة يعقوب دهوت اللي هو الصغير، كان يدعى الصغير يعقوب الصغير ابن حلفة، ده كتب رسالة اللي هي رسالة معلمنا يعقوب، وكانت عبارة عن 5 إصحاحات. بيقول في أولها يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام إلى 12 سبطنا الذين في الشتات، احسبوه كل فرح يا أخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. ده يعقوب ابن حلفة اللي هو ابن خالة المسيح. ده استشهد أيام نيرون الإمبراطور سنة 68 ميلادية، واتجاب يعني سيرته من خلال ما أمه مريم راحت وقت القيامة تعاين السيد المسيح علشان يحطوا الأطياب هي وزمايلها المريمات. فبيقول لك وكانت أيضا نساء ينظرن من بعيد بينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصغير ويوسي وسالومة. ده في مرقس 15، يعني كان لي أخ اسمه إيه يوسي. والحقيقة الآية برضو اللي جت في مرقس 6 بتوضح أكتر، لما الجماعة اليهود شافوا السيد المسيح بيعمل المعجزات الكثيرة فبيقولوا إيه، أليس هذا هو ابن النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا؟ يعني أتاري يعقوب ابن حلفة ده جوز مريم أخت العذراء، كان عندهم أولاد اللي هم يعقوب وأيضا يوسي ويهوذا وسمعان. لأن في ناس متلخبطة في من هو يعقوب الذي قتله هيرودس أغريباس، وده قتله سنة 41 ميلادية، خدتوا بالكم؟ وده كان أخو يوحنا ابن زبدي
إنما في يعقوب الصغير ابن حلفة، مراته اسمها مريم، أخت مين؟ الست العذراء مريم. ولذلك يعقوب الصغير وإخواته اللي هم يوسي ويهوذا وسمعان، دولت ولاد خالة المسيح مباشرة يعني، ففي فرق ما بين الاثنين. يعقوب الصغير ده اللي مات أيام بقى نيرون سنة حوالي 68 ميلادية، ده استشهد أيام عصر نيرون. إنما يعقوب أخو يوحنا بن زبدي ده استشهد سنة 41 ميلادية. وبعدين هيرودس أغريباس ده ابتدى يمد يده على الكنيسة ليسيء إليها. احنا قلنا هيرودس أغريباس ده ابن أرستوبولوس اللي قتله هيرودس الكبير، وكان مرات وهو ابن مريم أو مريمين، أحد إحدى الأميرات الحشمونيين يعني بيتبعوا الملك أرام ويتبعوا عيلة تانية، بس هي كان نصفها يهودي ونصفها أممي. ولذلك هو كان هيرودس أغريباس ده بيسعى من آن إلى آخر يرضي الجماعة اليهود. وكان من ضمن إرضائه للجماعة اليهود إن هو كان مثلا لما عشان يظهر إن هو تبع الجماعة اليهود، ف كان في وقت ما ان هو بيتملك بيقرا جزء في من سفر التثنيه يعني، ولما جت الايه اللي في سفر التثنيه في حال تملك ملك على اسرائيل بتقول لا يحل لك ان تجعل عليك رجلا اجنبيا ليس هو اخوك، فهو طبعا يشعر بالايه بالكلمه دي، وهو يعتبر نصف اجنبي ونصف يهودي. بيقول لك فبكى بصوت مسموع لانه ينتسب الى عائله ادوميه. طبعا لما الشعب شافوا كده ان بيلعب على الوتر العاطفي فهتفوا اليه وقالوا له لا تجزع انت اخونا ايضا. طبعا ارتباطه بالسلطة الرومانية والإمبراطور وسع التخوم بتاعته، فكان ملك يعتبر له تخوم كتيرة في اليهودية وأيضا بتصل مملكته حتى سوريا، حتى إيه سوريا. يوحنا ذهب الفم يعني، طبعا انتوا عارفين ان الرؤساء الكهنة اشتغلوا بالاضطهاد على الجماعة اليهود، وايضا مدوا ايديهم على استفانوس فقتلوه. فيوحنا ذهب الفم لقي ان الملك نفسه مش بس الرؤساء الكهنة ابتدى يمد يده على مين؟ على التلاميذ يعني، وقتل يعقوب أخ يوحنا ابن زبدي. فيوحنا ذهب الفم بيقول هذا نوع جديد من المحن، الآن ليس اليهود ولا السنهدريم وإنما الملك أيضا يقاوم التلاميذ والكنيسة. تعتبر قوة اضطهاد أعظم وحرب أشد، وقد تم هذا لإرضاء اليهود. لكن أنا بقول لكم يا أحبائي هنشوف نهاية هذا الملك المضطهد. لما لقي الملك هيرودس أغريباس ده إن اليهود بقوا مراضين على قتل يعقوب ابن زبدي،
يقول لك ولما أمسكه. الضير على مين تاني بقى؟ على معلمنا بطرس. يقول لك وإذ رأى ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس أيضا. وكانت أيام الفطير، يعني عيد الفصح بيبقى وراه أسبوع بيأكلوا فيه فطير كله غير مختمر، فطير غير مختمر. فقبض على معلمنا بطرس في عيد الفصح وفي أيام الفطير حطه في السجن. طبعا أمر إيه؟ مزعج للتلاميذ ومزعج أيضا للجماعة المسيحية في أورشليم، مزعج إيه جدا. فيوحنا ذهب الفم بيقول ده الاضطهاد زاد شوية بعد ما كان جاي من رؤساء الكهنة والكتبة، لا ده جاي أيضا من الملك نفسه، فشيء مزعج يعني. يقول لك ولما أمسكه وضعه في السجن مسلما إياه إلى 4/4 من العسكر ليحرسوه ناويا أن يقدمه بعد الفصح إلى الشعب، يعني يقدمه للقتل يعني بعد ما يخلص عيد الفصح بال7 أيام اللي هم عيد الفطير اللي وراه على طول. خدتوا بالكم؟ لأن كانت أيام عيد وفيها حركة وفي ناس جايين من الشتات عشان يحضروا عيد الفصح، وكان في ناس من اليهود متحررين لا يوافقوا على قتل الأبرياء بمثل هذه الصورة. فهيرودس قال لما يخلص العيد نشوف بطرس نقدمه يعني للقتل أو للاستشهاد بقى. يقول لك فكان بطرس محروسا في السجن، وأما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله. ولما كان هيرودس مزمعا أن يقدمه كان بطرس في تلك الليلة نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين، وكان قدام الباب حراس يحرسون السجن. بقول لك 4/4 من الحراس، يعني 16 عسكري بيحرس بطرس، وبعدين مكبلين ايديه ورجليه بالسلاسل، محطوط في المقطرة اسمها المقطرة، ما يعرفش يتحرك. بالإضافة إلى أن مقفول عليه باب لا يمكن أن هو يقدر يخرج، يعني في حراس. لكن هنا في وسط التجربة يا أحبائي بنلاقي أن الكنيسة مجتمعة للصلاة من أجل بطرس مخصوص، ودي عادة الكنيسة في وقت الاضطهاد اللي هو الواضح بنجتمع ونصلي، ده كمان أحيانا بنصوم، لأن برضو واخدين التقليد ده من العهد القديم. لأن إستير لما جالها تهديد عن طريق هامان إن الملك سيبيد الشعب اليهودي لأنهم بيعبدوا آلهة تانية ومعارضين للملك، والملك لدرجة إنه طلع منشور وقال إن كل من لا يعبد الآلهة بتاعتنا، وهم كان اليهود كانوا وقتها مسبيين ناحية بابل، فتوعد بالإبادة للشعب اليهودي اللي موجود في بابل. وبالتالي مردخاي عمها لما سمع بكده قال لإستير، لأن إستير كانت زوجة الملك وكانت يهودية، فهي أمرت بالصلاة والصوم. أمرت بالصلاة والصوم. وفعلا لما الجماعة شعب الله في العهد القديم صام وصلى 3 أيام، إستير دخلت بعدها للملك، الملك استقبلها كويس وعرفته
الخديعة اللي عملها مردخاي لإبادة الشعب، ها، رغم أن الشعب خاضع مدنيا للملك، وأنا كمان من الشعب ده. هو لما عرف كده على طول أمر بالقضاء على مردخاي وصلبه على خشبة. وبالتالي هنا أبائنا المسيحيين لما لقوا أن في حالة من الاضطهاد جاي على الكنيسة من قبل السلطة المدنية، ده أمر خطير، يعني بيبقى اضطهاد منظم، يعني الدولة بتعمله، الدولة الرومانية. فبالتالي هم حسوا بالخطر الشديد، فابتدوا يصلوا ويجتمعوا في العلية للصلاة من أجل معلمنا بطرس. حصل إيه؟ كان بطرس في الليلة ديت، هو دخل السجن مثلا صباحا مبيت، فبالليل كان نائم، يعني نام. يقول لك وإذا ملاك الرب أقبل ونور أضاء في البيت، فضرب جنب بطرس وأيقظه قائلا قم عاجلا، فسقطت السلسلتان من يديه. وقال له الملاك تمنطق وإلبس نعليك، يعني تمنطق يعني كانوا بيلبسوا حزام كده حوالين الثوب أو الجلابية اللي لابسها. قال له تمنطق يعني إلبس الحزام بتاعك وإلبس النعلين بتوعك. ففعل هكذا، فقال له إلبس رداءك واتبعني. هو واضح إن هو هنا معلمنا بطرس متفاجئ بالمنظر ده وبالرؤية دي اللي كانت على أرض الواقع ما هيش رؤية، هو اعتقد إن دي رؤية. فالملاك قال له إلبس الرداء أيضا، الرداء ده بيبقى فوق الإيه؟ الجلابية. ففعل هكذا، فقال له إلبس رداءك واتبعني. فخرج يتبعه وكان لا يعلم أن الذي جرى بواسطة الملاك هو حقيقي، يعني مش دريان. هو مشي ورا الملاك، وبعدين حصل إيه كمان؟ بل يظن أنه ينظر رؤيا. فجاز المحرس الأول والثاني وأتيا إلى الباب الحديد، وتقدم زقاقا واحدا فانفتح لهما من ذاته، يعني الباب الحديد انفتح من ذاته اللي هو بيؤدي إلى المدينة. شفتوا ربنا لما بيمد إيده لينقذ تلاميذه أو ينقذ الكنيسة بيعمل إيه؟ يعني رؤية حقيقية. الملاك أيقظ بطرس وقال له تمنطق وكمان البس نعليك وكمان البس الرداء، والحديد اللي كان في رجليه وإيديه انحل، وقال له تعالى ورايا. فالملاك ومعلمنا بطرس ماشي وراه في حراسة أولى وحراسة تانية، ثم الباب الحديد المؤدي إلى المدينة انفتح لوحده وخرج. فخرج وتقدم زقاقا واحدا وللوقت فارقه الملاك. فقال بطرس وهو قد رجع إلى نفسه الآن علمت يقينا أن الرب أرسل ملاكه وأنقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار الشعب اليهود، لأن الجماعة اليهود كانوا منتظرين أن معلمنا بطرس يقدم ذبيحة، يعني بالمعنى البلدي بتاعه، يموت يتقتل يعني. وهو كان رجل يهودي، معه كان فقير شوية، معهوش الجنسية الرومانية، كان هيتصلب. القديس امبروسيوس بيقول ايه؟ ان هنا خادم الله اللي هو معلمنا بطرس يعني وقف بثبات دون مرور أي فكر للخوف، لأن لو كان خايف ما كانش نام،
يعني تصوروا واحد منتظر يموت وفي السجن ومتكبل بالحديد ونام زي ما بيقول المزمور كده يعطي أحباءه نوما. صحيح، يعني ده جاي من سلام الله اللي هو سكن في قلب معلمنا بطرس رغم الخوف والرعب والسجن والحراس اللي كانوا واقفين حواليه وبيحرسوه، وهيرودس أغريباس منتظر بس يعد العيد، إنما رغم ذلك يدخله سلام فينام ينام. فهنا القديس أمبروسيوس التفت نظره قال يعني نايم ومش بيفكر في اللي هيحصل له، ده يبقى ايه؟ ده يبقى سلام عجيب كان بيسكن معلمنا بطرس. وده السلام يا احبائي اللي بيسكن جوانا وقت المشاكل اللي بتمر علينا، ولينا اصدقاء في مشاكل صعبه جدا ورغم ذلك يعني الحياه ماشيه معاهم وكانهم مش شاعرين بالمشكله. ما هو ده بقول لك معلمنا بولس الرسول سلام الله الذي يفوق العقول. سلام الله الذي يفوق العقول يجعل الانسان المهدد اللي السيف فوق رقبته يعني يسلمها للمسيح. هو ده برضو مش بس نتيجة ان ربنا بيعزي تلميذه، لكن صلوات الشعب عنه في العلية كانوا مجتمعين بيصلوا من أجل، بقول لك بلجاجة، كانوا يصلوا بلجاجة من أجل. علشان كده لازم نصلي من أجل التعبانين، من أجل اللي في تجربة، من أجل الحزانة، لازم نصلي من أجلهم، وربنا هيقبل صلواتكم علشان بتصلوا من أجله، لأن صلوات الناس من أجل إخواتهم مش هتروح حضر يعني، لكن لا ده ليها فعل الفعل الفعل ربنا فيها يعني. وبالتالي هنا معلمنا بطرس الرسول قال كلمة نفس الكلمة اللي قالها دانيال لما كان في جب الأسود، جه الملك نبوخذ نصر يسأل عليه قال له عيش أيها الملك فإن الرب قد أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. نفس هنا برضو الكلمة بيقول معلمنا بطرس إيه، قال له قال الآن علمت يقينا أن الرب أرسل ملاكه وأنقذني من يد هيرودس. وكأن الوحي الإلهي بيقول ان هيرودس ده كان اسد مفترس على المساكين بالروح، اولاد ربنا يعني، على البسطاء، على المسالمين، على اللي هم ما يعرفوش طريق غير الصلاة، ما يعرفوش طريق غير الحضور قدام الله للشكوى بس كده. ولذلك زي ما بتقول الآية برضو في العهد القديم كل آلة صوبت ضدك لم تنجح. احنا عارفين كويس في تاريخ كنيستنا ان كل آلة صوبت ضد الكنيسة سقطت، وكل انسان صوب سهامه على الكنيسة بخلفية منصبه أو بأي خلفية أو بخلفية السطوة لم ينجح. علشان كده ده تقليد حملته الكنيسة عبر السنين والعصور إن هي تصلي وترفع صوتها للمسيح، والمسيح هو اللي حينقذ ينقذ أولاده. فالقديس أمبروسيوس بيقول إيه، لم يهرب خادم الله اللي هو بطرس، كان ممكن يهرب لأن لما أخوه أو يعني زميله يعقوب أخ يوحنا
اتقبض عليه كان ممكن بسرعة يهرب، لا ده هو ثبت في أورشليم. نفس موقفه مع التلاميذ لما صار الاضطهاد من قبل شاول وكل مجلس السنهدريم، الناس اتشتتت وهربت، إنما التلاميذ بقيوا في أورشليم يتحدوا الموت ويتحدوا الاضطهاد. معلمنا بطرس رغم ذلك قاعد برضه في أورشليم. فالقديس امبروسيوس أسقف ميلان بيتأمل ويقول لم يهرب خادم الله، بل وقف بثبات دون مرور أي فكر للخوف، سلط الكنيسة من أجله، أما الرسول فنام في السجن علامة أنه لم يكن خائف. أرسل ملاك ليوقظه، واقتاد بطرس خارج السجن وهرب من الموت إلى حين. بقول هرب من الموت إلى حين ليه؟ لأنه فعلا هيستشهد بقى أيام نيرون مصلوبا ومنكس الرأس كمان، وهو اللي طلب كده من الصليبي. فين بقى معلمنا بطرس اللي هرب وقت ما اتقبض على المسيح وخاف وأنكر؟ فينه بقى من هذا التحول؟ أصل عمل الروح القدس قوي جدا وعجيب، يجعل الطفل الصغير يقف أمام الإرهاب يقول له أنا مسيحي، تحدي الموت فيقتله وينال إجليل الشهادة. طب تصوروا الطفل ده لو ما استشهدش، كنا هنخلد ذكراه لغاية دلوقتي؟ لغاية دلوقتي اسمه اتكتب في السنكسار وبنطلب شفاعتهم عننا. يعني في مكسب كبير للكنيسة، وهو حمل إكليل الشهادة أعلى إكليل في السماء. عشان كده في الأيقونات الشهداء نلاقي يد السيد المسيح بتخرج بالإكليل بتهديه إلى هذا الشهيد. المسيح بيهدي الشهداء الإكليل. وبعدين كنت عاوز برضو يا أحبائي ألفت النظر إلى يعني أحد الدارسين في القصة ديت، لما أرى كويس ولقى إن في 4 رابع من العسكر في مقطرة وفي بوابة حديد بتؤدي للمدينة دي، المواصفات دي بتنطبق على قلعة أنطونيا اللي كانت في داخل الهيكل، ساحة الهيكل. القلعة ديت بناها هيرودس الكبير استرضاء لأنطونيو اللي هو الروماني اللي كان بيحب كليوباترا المصرية. فكليوباترا وأنطونيو الروماني كانوا متحالفين وكانوا تقريبا متزوجين. هيرودس الكبير اتعامل معاهم علشان يدوله مزايا في منطقة فلسطين، فهو استرضاء ليهم بنى قلعة أنطونيا أو أنطونيو. فده السجن تقريبا اللي اتسجن فيه معلمنا بطرس الرسول. كان في أب اسمه مارتيروس. طب ده كويس أوي، يعني ده الواحد مش مستحق إن هو يتسمى على اسم ماشي، بس أنا أعرف يقينا بعد ما كان حضرة صاحب النيافة سيدنا الأنبا بخوميوس كان في الدير، فرحت له قلت له ده في رهبنة وأنا بختار اسم، فقال لي شوف أنت بتحب اسمي؟ قلت له أنا بحب الشهداء جدا جدا، وقريت في قصصهم في الدير والمخطوطات وكده. فقال لي طب ما هو مارتيروس معناه شهيد. قلت له يعني ممكن اتسمى؟ قال لي ليه لا، ما هو معناه شهيد. فانا روحت القلايه وبعدين جبت مراجع، كان في مرجع سرياني اسمه تاريخ كولد واسور، ومرجع تاني اسمه اللؤلؤ المنصور
ده مراجع في تاريخ كنيسة أنطاكيا، كنيسة سوريا. وبعدين مسكت البستان، ومسكت كمان كتاب معمول له فهرست يعني عن تاريخ الكنيسة القبطية. فأنا باجي على الفهرست أشوف الأسماء علشان أعرف هل هناك في شخصية كنسية باسم مارتيروس أم لا. فقعدت أشوف الاندكس أو الفهرست يعني، فلقيت فعلا كان في مارتيروس صديق الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، وكان في مارتيروس اللي هو كان معلم القديس يوحنا الدرجي في شبه جزيرة سيناء، وفي مارتيروس في أنطاكيا. فدلوقتي حتى لما قريت وأنا بحضر يعني العظة وجاب الاسم ده أبونا تدرس يعقوب في تفسيره، فبيقول للأب مارتيروس، فلربما إن هو معلم القديس يوحنا الدرجي أو لربما صديق الأنبا شنودة رئيس المتوحدين. وكان في كمان قعدت أبحث بسرعة، لقيت إن في شهيد سنة 297 ميلادية في روما استشهد كان اسمه مارتيروس. كويس، فأنا قلت خلاص أكتب الاسم ده أول اسم قراس البابا شنودة، كان جاي رهبة خلاص راح مختاره. ماشي كويس، حتى في نعمة الأسقفية في آباء قالوا تحب تغير الاسم للبابا شنودة يعني، قال لهم لا أنا بحب مارتيروس، أنا اسم جميل. والكلام ده كان سنة 1990 في أكتوبر، 27 أكتوبر. ومن هنا ابتدى أسماء مارتيروس تنتشر في الأجرة. كويس يعني، علشان نذكر يعني ذكرى الآباء القديسين اللي أنا ذكرتهم دول. فلربما أن القول ده بيرجع لأحد الآباء الذين ذكرتهم، أو قديس يعني أبونا تدرس يعقوب اكتشفه ولا حاجة. كويس، بس ليه قول بيقول إيه؟ الصلاة هي سلاح القدير للمسيحيين، وحصن منيع يصير قويا بالله. الصلاة تفعل ما تشاء حسب قدرة أو إرادة الله، إنها تصدر أوامر على الأرض وترتد إلى السماء، يعني تصدر أوامر من السماء على الأرض، والصلاة ترتد من الأرض إلى السماء. طبعا لأن قوة الله لما نستحضرها بالصلاة بتعمل عمل عجيب. والسيد المسيح له كل المجد يقول الصلاة والصوم دولت هما اللي يقدروا على الشيطان نفسه. مش احنا بنصلي في الاسم بتاعت الصوم كده؟ وكلام كتير يقول السيد المسيح كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالون. وأحداث كتيرة في تاريخ الكنيسة كانت الصلاة لها هي المحور الأساسي في الخروج من التجربة أو الخروج من الأزمة. حتى الأنبا أبراهام ابن زرعة طالب الشعب بالصلاة 3 أيام والصوم أيضا، وبعدها نقل جبل المؤتم، اتنقل فعلا واهتز الجبل. فالصلاة هي سلاح قوي جدا في أيدينا يا أحبائي. الكلمة اللي فيها إن حكاية الجماعة اليهود كانوا منتظرين هذه الذبيحة، إن بطرس يعني يذبح ويقتل بيد هيرودس أغريباس، لأن اليهود كانوا اتعودوا إن ينتظروا هدية من الملك هيرودس أغريباس في عيد الفصح،
فبيقدم لهم الهدية بقى الشخص اللي هو مخالف للناموس ويتبع يسوع المصلوب، اهو دي الهدية بتاعتي ليكم، يذبح. اهو يا للأسف. فبقول لك الوحي الإلهي، يعني معلمنا لوقا اللي كتب سفر الأعمال، فبيقول كان كل الشعب اليهودي منتظر الهدية بتاعت مين؟ هيرودس أغريباس. طب ما هو بيلاطس البنطي خير الجماعة اليهود وقت صلب المسيح، وكان في عيد الفصح، فقال لهم تحبوا أطلق لكم مين؟ باراباس ولا يسوع؟ قالوا له لا، يسوع. فبيرضيهم بقى، يقول لهم ماشي. عشان كده معلمنا بطرس الرسول بيعاتب على مين؟ بيلاطس، يقول لك وكان راضيا بقتله عشان يرضي الجماعة اليهود. الجماعة اليهود كان عندهم تقليد، الحقيقة كانوا يعتقدوا ان الخلاص دايما بيجي في عيد الفصح، والدليل على كده انهم عبروا البحر الاحمر في يوم الفصح، مش هم اكلوا الفصح خروف الفصح وجريوا وعبروا، جه فرعون وجنوده وراهم غرقوا في المية وهم ايه عدوا على الناحية التانية. فيعتقدوا ان ليلة الفصح دي ليلة مبروكة بيحصل فيها حاجات حلوة، وفعلا هنلاقي ان الملك حزقيا الملك لما حصره سنحاريب الارامي، حصر البلد بتاعته وعاوز يهجم على البلد، واتكتلوا جيش سنحاريب الارامي حوالين البلد او المقر بتاعه اللي كان في السامرة، لكن جه صوت عجيب على الجيش ده في برضه في ليلة عيد الفصح، جه صوت عجيب خلى شعب سنحريب يعني ينزعج، اعتقدوا ان الجماعة اليهود هيهجموا عليهم، طفشوا جريوا. جم الجيش بتاع الملك حزقيا جري وراهم قضى عليهم، فبيعتقدوا ان في خلاص دايما بيجي في ليلة عيد الفصح. طب ما خلاص بقى الخلاص ده لصالحنا احنا، يعني ما هو المسيح خلصنا في عيد الفصح ونقلنا النقلة كبيرة، وحتى معلمنا بطرس ربنا خلصه برضو في عيد الفصح. وعلى فكرة يشوع احتفل بانتصاره على 5 ملوك أثناء دخوله أرض الموعد في عيد الفصح أو ليلة الفصح. وانتوا فاكرين ان الجيش بتاع سيسرا الارامي لما حب برضو يحاصر مدن شعب الله، فجت دبورة هي اللي خلصت الشعب بان هي تروح هناك وتعمل خديعة للملك سيسرا وقضت عليه، وبذلك تم الخلاص. ده كان برضو في عيد الفصح، فأيام عيد الفصح كانت في العهد القديم ليها وضعية، يعني في ربنا بيفتقدهم في عيد الفصح. وعلى فكرة استير برضو خلصت شعبها، كان في مناسبة عيد الفصح. فهنا القديس اسمه إفراهات، قديس إفراهات ده كان قديس من الكنيسة السريانية في أنطاكيا. بيقول إيه؟ تسلح كل واحد من أبائنا السابقين بسلاح الصلاة عندما قابلتهم شدائد، وبالصلاة خلصوا من الضيق. ده كويس. بنلاقي بقى هنا إن اللي بيفسروا حكاية معلمنا بطرس وخلاصه، فبيربطوا ان ربنا خلص الكنيسه برضه في مناسبه عيد الفصح اليهودي، بس لصالح العهد الجديد مش لصالح الناس بتوع العهد القديم، لان المسيح
إلهنا صار فصحا لنا. يعني في عيد الفصح بقى المسيحي اللي هو عيد القيامة، يعتبر فصح القيامة، يعني اللي بقى في العهد الجديد بقى ربنا برضو افتقد الكنيسة بخلاص معلمنا بطرس من يد هيرودس أغرباس في عيد الفصح. طيب ايه حكاية ان في ملاك جه لمعلمنا بطرس وايقظه وخرجه وخلصه؟ الحقيقة الكتاب المقدس في العهد القديم بيأكد ان الملائكة دايما بيصاحبونا، مش في برضو ملاك الرب ظهر لهاجر وارشدها على عين مية للولد يشرب؟ مش في برضو الملاك جاب طعام لأبونا يعقوب؟ مش برضو الملاك كان مصاحب لطوبيا؟ مش برضو الملاك جه لجدعون يبشره ان هيخلص بني اسرائيل على ايده ويبقى هو القاضي لاسرائيل؟ خدتوا بالكم؟ ده حتى السيد المسيح يقول ايه؟ انظروا لا تحتقروا احد هؤلاء الصغار، لاني اقول لكم ان ملائكتهم، ملائكتهم يعني في السماء، كل حين ينظرون وجه ابي الذي في السماوات. يبقى اذا احنا كاولاد ربنا دايما الملائكه جنبنا. وحتى المزمور يقول ايه؟ ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. اباء الكنيسه اكدوا المعنى ده، ان الملائكه دايما حوالينا. انا كنت مره قاعد مع قدس ابونا فلتقوس، افتكرت الموضوع ده، فكان بيتكلم عن رتبة الأسقفية يعني، فبيقول لنا لازم تعرفوا ان كل اب أسقف ماشي معاه ملاك. خدتوا بالكم؟ هو صح ماشي مع كل واحد فينا، في ملائكة ماشيين معانا بيحرسون، بس انا افتكرت الموضوع ده دلوقتي وانا بسرد لكم النماذج اللي كانت في العهد القديم يعني والعهد الجديد وحسب ما قال السيد المسيح. لأن الملائكة صفاتهم الخدمة، يقول لك خدامه ملتهبين نارا، لأن طبيعة الملاك نور. وبنلاقي عشان كده بنلاقي إن في آباء الكنيسة زي كليمندوس الأسكندري، أوريجينوس، حتى أقدم من كليمندوس وأوريجينوس اللي هما تلاميذ أبائنا الرسل اللي بيطلق عليهم الرسوليين يعني، اللي واحد اسمه برناباس وواحد اسمه هرماس أو الراعي هرماس، بيأكدوا إن في ملائكة بتصاحب وحول أولاد ربنا بيحافظوا عليهم وبينجدوهم وقت الخطر وهكذا. لازم نعرف كده. وبعدين يكفي الآية اللي بتقول ملائكة الرب حول كل خائفين ونجيهم. وفي أب اسمه سيرينس السكندري، أنا بقول الأسماء دي من الأمانة يعني، مدام أنا قريت حاجة دل على الكلام بقولها لكم يعني. في أب اسمه سيرينس بيأكد بيقول إن فعلا في ملائكة مع أولاد ربنا بيصاحبوهم دايما. بعد كده بقى يكمل معلمنا لوقا في هذا الإصحاح الـ12، يقول ثم جاء وهو منتبه إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب ماركوس. ده معلمنا بطرس طلع وفاق ولقى نفسه إن الملاك طلعه وأنقذه، فبسرعة راح لإيه؟ للمقر الرئيسي اللي هو العلية اللي كان بيجتمع فيها التلاميذ، اللي هي بيت مريم أم معلمنا ماركوس. والعلية دي اللي عمل فيها السيد المسيح الفصح، حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. فلما قرع بطرس باب الدهليز جاءت جارية اسمها رودا لتسمع.
الباب بتاع الدهليز ده بيبقى في آخر الحوش، يعني البيت اهوت في حوش كبير، في باب قدام كده، قاعد يخبط عليه. ففي الخادمة اللي كانت بتخدم في المكان اسمها روضة، فجاية بتقول تعرف مين اللي بيخبط ده؟ الكلام ده كان في نص الليل وبعد نص الليل كمان. فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح، بل رقدت إلى داخل وأخبرت أن بطرس واقف قدام الباب. لما سمعت صوته ما كانتش مصدقة، المفروض تفتح الباب، لا ده جريت للتلاميذ والناس قالت لهم ده معلمنا بطرس بره، فالناس ما صدقوهاش. خدتوا بالكم؟ فقالوا له لها أنت تهزين، وأما هي فكانت تؤكد هكذا هو، فقالوا إنه ملاكه. عشان كده بنقول يعني في عرف عند جماعة اليهود برضو إن في ملائكة بتصاحب أولاد ربنا. وأما بطرس فلبس يقرع، قعد يخبط، والبنت إيه جريت فرحانة وبتقول لهم وما فتحتش الباب، فقعد يخبط تاني. فلما فتحوا ورأوه اندهشوا، الناس بقى نزلت وقالت نشوف مين، فتحوا شافوه كانوا مبهورين ازاي هو قدامهم دلوقتي. دي نتيجة ايه؟ صلواتهم. فأشار إليهم بيده ليسكتوا، وحدثهم كيف أخرجه الرب من السجن، وقال أخبروا يعقوب والإخوة بهذا. حكاية أخبروا يعقوب والإخوة بهذا، لربما يعقوب الصغير بقى اللي هو ابن حلفة، مش ابن زبدي اللي اتقتل، لأن في اتنين يعقوب، يعقوب ابن زبدي قتله هيرودس، يعقوب ابن حلفة الصغير اللي هو كتب الرسالة اللي فيها 5 صفحات ده كان عايش. فقال لهم أخبروا يعقوب بهذا، يعني ادوله خبر. ثم خرج وذهب إلى موضع آخر. فلما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر، ترى ماذا جرى لبطرس؟ طبعا الحراس ما لقوش في السجن تاني يوم، حصل اضطراب شديد. ويقول لك وأما هيرودس فلما طلبه ولم يجده فحص الحراس، يعني عمل معهم تحقيق، وأمر أن ينقادوا إلى القتل، قتلهم لأن هم المسؤولين عن حراسة المسجون ده. المسجون ده مش موجود يبقى انتوا هربتوه، فبحسب القانون الروماني يصدر الأمر بالقتل على طول. علشان كده الحراس في فجر القيامة راحوا بسرعة قالوا لرؤساء الكهنة المسيح قام وحصل زلزلة وهربنا. ودلوقتي بيلاطس لما يعرف ان الجثة مش موجودة جوه الجسد، يعني مش موجود جوه القبر، هيقتلنا. فهم قالوا لهم لا ما تخافوش، احنا اللي هنقول لبيلاطس ان التلاميذ جم وسرقوا الجسد وخدوا فلوس واسكتوا. فالحراس بتوع بطرس دولت قتلهم هيرودس لأن مش موجود. يقول لك ثم نزل بطرس من اليهودية إلى قيصرية وأقام هناك. قيصرية ديت اللي كان عايش فيها مين؟ كرنيليوس، اللي هي جنوب يافا بحوالي 35 كيلو، وشمال برضو إسرائيل على ساحل البحر المتوسط. وكان هيرودس ساخطا على السوريين والصيداويين، فحضروا إليه بنفس واحدة واستعطفوا بلاستس الناظر على مضجع الملك. ثم صاروا يلتمسون المصالحة لأن كورتهم تقتات من كورة الملك. ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية وجلس على كرسي الملك وجلس يخاطبهم وجعل يخاطبهم، فصرخ الشعب هذا صوت إله لا صوت إنسان. ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي المجد لله، فصار يأكلها الدود ومات. هذه نهاية هيرودس أغريباس. في نفس السنة كان الجماعة بتوع أهل سور وصيدا شاعرين أن الملك غضبان عليهم،
لأن ما بيأمرش بإحضار الغلة والطعام للمدينة، فراحوا علشان يستعطفوه عن طريق واحد اسمه بلاستس، ده كان السكرتير بتاعه جوه القصر بتاعه. فيقولوا له يعني الراجل دوت يستعطف هيرودس أغريباس ان هو ما يزعلش من جماعة اهل سور وصيدا لألا يعني يأذيهم، لألا ايه يأذيهم، وان الاقتصاد بتاعهم تعبان فعاوزينه يساعدهم. وللأسف الكبير الناس دولت جملوا مين؟ هيرودس لما قعد على الكرسي بتاعه يخطب ما عطاش المجد لله، لأن كان من عادة ملك إسرائيل قبل ما يخطب ويكلم الشعب يعطي أولا المجد لله، هو ما عطاش المجد لله، يعني الناحية الأممية ضغط عليه ونسي إن هو إيه المفروض ياخد باله، لا ما قالش كلمات المجد لله أولا وبعد كده يخطب، لا ما قالش. فجه ملاك الرب وضربه، ضربه ما يعني مرض يعني كم يوم، وللأسف الكبير مات بعديه على طول. لكن برضو الشعب اللي خايف من الملك صرخوا قدامه وقالوا ان هذا صوت إله لا صوت إنسان، برضو غلط. ازاي انتوا جماعة يهود وتطلقوا على إنسان زي ده ان هو إله؟ ما فيش غير السيد المسيح بس، الكلمة الذي صار جسدا صار إنسان، هو بس الوحيد، إنما ده يبقى إله إزاي؟ عشان كده ملاك الرب قال لا، ده دخل الحكاية دخلت في الممنوع، فضربه فمات، ده مش إله، ده إنسان عادي، وهو تكبر ولم يعطي المجد لله في الأول. زي مثلا ما حضرتك تقعد مع صاحبك وتقول له مجد سيدك في بداية الكلام يعني، فبتقول مجد اسم بداية الكلام يعني، عشان تستحضر البركة في الكلام ويكون الحوار والحديث ناجح بنعمة ربنا. إنما الملك هيرودس ما عملش كده فمات في نفس العام يعني. يقول لك وأما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد، ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعد أن كمل الخدمة، وأخذ معهما يوحنا الملقب ماركوس. شاول لسه ما تحولش الاسم البولس يعني، كان صاحبه جدا برنابا، برنابا كان خال معلمنا ماركوس، راح شاول وبرنابا خدوا ماركوس كاروز الديار المصرية وراحوا كرزوا في مكان لربما أنطاكيا أو قبرص، لأن كان برنابا وشاول خدموا في أنطاكيا وقبرص، وكان برنابا رجلا قبرصي الجنس. خدوا بالكم. وكده خلص الإصحاح. وأعظم ما نتعلمه من هذا الإصحاح اللجوء بالصلاة إلى ربنا وقت الأزمة. تاني حاجة التواضع يجيب نعمة، إنما الكبرياء يجيب ضربة من عند ربنا، الكبرياء وحش. تالت حاجة القوة اللي احنا فيه اللي هي فينا بتجعلنا لا نخاف أبدا، لأن روح الله القدوس يعمل وقت اللزوم ويعطي الإنسان قوة، زي ما السيد المسيح قال لتلاميذه لا تبرحوا أورشليم إن لم تلبسوا قوة من الأعالي، أعطيكم فما وحكمة، وأيضا أعطيكم أن تدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو، وإن شربتم سما مميتا لا يضركم. ربنا يبارك حياتكم، لربنا كل مجد دائما أبديا آمين.